لغة العقوبات باتت الوسيلة التي يخاطب بها المجتمع الدولي طهران بسبب سياستها المنتقدة دوما، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان. الاحتجاجات المستمرة في إيران وصوت المتظاهرين الذي يحاول النظام الإيراني تقييدها بالشوارع وحتى في العالم الافتراضي وصل إلى العواصم الأوروبية. كشف مصدر في وزارة الخارجية الألمانية أن ألمانيا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وتشيك قدمت 16 اقتراحا لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب حملتها العنيفة على الاحتجاجات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة. وتستهدف الإجراءات المقترحة أشخاصا ومؤسسات مسؤولة أساسا عن قمع الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران. أتي ذلك فيما فرضت الحكومة الكندية عقوبات على 34 كيانا إيرانيا، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني وشرطة الأخلاق التي اعتقلت الشابة مهسا أميني. من بين من طالتهم العقوبات رئيس الأركان محمد باقري وقائد الحرس الثوري سلامي وقائد فيلق القدس إسماعيل قآني. وفي ردود الفعل الدولية كذلك أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قلقة ومنزعجة من حملة القمع التي شنها النظام الإيراني على الطلاب المتظاهرين احتجاجا على مقتل مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب. هذا وقال البيت الأبيض أيضا إن التقارير التي تصل من إيران مفزعة، وفي الوقت الذي يرد النظام فيه على التظاهرات السلمية بالعنف والاعتقالات الجماعية. ومن جهتها وصفت الخارجية البريطانية عنف قوات الأمن الإيرانية المصاحب للمظاهرات بأنه صادم، كما استدعت القائمة بالأعمال الإيراني بسبب العنف الحاصل في إيران وقمع السلطات للمتظاهرين السلميين. وحول ردود الفعل خاصة الأوروبية بعد هذه المظاهرات وقمع الشرطة الإيرانية لها، من باريس ينضم إلينا تيري كوفيل الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس. سيتيري، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذن هناك هذه المشاريع التي أو المقترحات التي قدمت من بعض الدول الأوروبية، ألمانيا في البداية ثم
دعمت هذه المقترحات من بعض الدول بينها فرنسا حيث أنت متواجد. القرار سيتخذ بعد أسبوع في اجتماع للاتحاد الأوروبي، هل تعتقد بأن الاتحاد الأوروبي سيتمكن من فرض هذه العقوبات، سيوافق على هذه المقترحات دون اعتراض أو رفض من قبل بعض الدول الأوروبية؟ أعتقد أن ثمة ردة فعل من جانب الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى عملية القمع التي يتعرض لها المتظاهرون، لكن ينبغي توخي الحذر إزاء مسألتين. فإذا فرضت هذه العقوبات يجب أن تكون دقيقة وأن تستهدف الجماعات أو الشخصيات التي لديها يد في عملية القمع ألا تطال المدنيين. والمسألة الثانية هي ألا يؤدي ذلك إلى التأثير السلبي على مفاوضات الملف النووي. ملفان مهمان ذكرتهما سيد تيغي. في البداية تحدث عن عقوبات مناسبة لأشخاص محددين، المقترحات تتضمن عقوبات تستهدف أفراداً ومؤسسات إيرانية تورطت في قمع المظاهرات، بحسب اعتقادك ما سقف هذه العقوبات ومن هي الجهات الكيانات أو الأفراد التي ستتعرض لهكذا عقوبات؟ لو تشائين فإن الاتحاد الأوروبي لديه في أدواته القانونية الأساليب والأدوات الخاصة بما يسمى بالعقوبات الذكية (smart sanctions). لكن بالنسبة للعقوبات التي فرضت على إيران يمكن أن تنتقد لأنها كانت عامة، والاتحاد الأوروبي كما قلت بوسعه أن يتخذ عقوبات تشمل تجميد وصول بعض الأشخاص في أوروبا أو منع الأشخاص من الحصول على تأشيرات أوروبية، الاتحاد بوسعه أن يقوم بذلك. نعم، إلى أي حد يخشى في الأوساط الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبي من أن هذه العقوبات على إيران ستؤثر على التعاون الإيراني في الملف النووي أو في ملف الرقابة الدولية على المواقع النووية؟ نعم، أعتقد أن هذا القلق يفسر الحذر من جانب البلدان الأوروبية، لا سيما البلدان الثلاثة الأساسية والاتحاد الأوروبي. طب الاتحاد المملكة المتحدة لم تعد طرفا في الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك ثلاثة بلدان أوروبية لها اهتمام بهذا. وأعتقد أن صحيح بالنسبة للبلدان الأوروبية فإن المفاوضات النووية هي أولى، وهناك تركيز على أن تتجه إيران لاكتساب السلاح النووي، والمفاوضات لم تنتهي بعد. بالتالي أرى أنه ينبغي أن يكون الإنسان حذرا فيما يصرح به وما يقوم به حتى لا يؤدي الإجراء الأوروبي لاعتباره من جانب إيران كذريعة للتمادي في طغيانها. نعم، على العموم هذه المقترحات كانت طرحت ألمانيا في البداية من قبل ألمانيا، ثم دعمت من فرنسا، الدنمارك، إسبانيا، إيطاليا، تشيك. هذه الدول ربما هي الأكثر حماساً لفرض العقوبات. في المقابل من هي الدول التي قد تتعامل بحذر مع العقوبات الأوروبية على إيران؟ ماذا تقصدين بماذا؟ سأعيد السؤال هذا. الدول التي وضعت هذه المقترحات هي فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، إسبانيا، إيطاليا، تشيك. ربما تكون هذه الدول متحمسة لفرض عقوبات باعتبارها وضعت هذه المقترحات. في المقابل هل هناك أي دول أوروبية ربما تضع الشكوك
تخشى من فرض عقوبات على إيران ومن تأثير هذه العقوبات على التعاون الإيراني؟ دول ربما هي أقل حماسا تجاه العقوبات الأوروبية على إيران. يمكن أن أقول أن ثمة بلدان تاريخيا مثل النمسا، هذه البلدان كانت لها علاقات تاريخية جيدة مع إيران، ولكن بناء عما أعرفه والأجواء السائدة في أوروبا ثمة عنصران أساسيان ينبغي أخذهما في الحسبان. وكما تفضلت، ما يجري في إيران بعد موت مهسا أميني، هناك ردة فعل دولية غير مسبوقة في العالم، والحكومات الأوروبية لا يمكن أن تظهر موقفا لا يكترث بما يجري في إيران. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي أن كل بلد يدافع عن مصالحه، وبالتالي أعتقد أن الهدف الاستراتيجي لمنع الانتشار النووي وتجنب حصول إيران على السلاح النووي هي مسألة جوهرية، وأعتقد أن الأولوية على المدى القصير بالنسبة للبلدان الأوروبية هي توصل الاتفاق بشأن الملف النووي بين الولايات المتحدة وإيران. ثم ننتقل إلى ملفات أخرى. أكرر وأقول أن هذا القلق موجود في أوروبا، لأن ما يجري في إيران هو يبث على كافة القنوات في أوروبا، وأعتقد أن جميع البلدان الأوروبية ينبغي عليها إدارة هذين العنصرين، أي ردة الفعل بين مواطنيها إذا ما يحدث في إيران، ثم ضرورة الاحتفاظ بالمفاوضات النووية لتوصل الاتفاق بهذا الشأن.